الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الوالي الكرم سيد العميد أمين العام مقام الولاية سيد الأستاذ الحضور سلام الله عليك. إذا نتشرف اليوم إن شاء الله تقدم عرض حول عملية سوية العقود عن مستوى الولاية. مقدم بالنسبة لتوثيق المرافق العمومية التابعة للبلديات نظرا للوقوف السيد الوالي على التأخر التادح في تسويق وضعية الممتلكات التابعة للبلديات وعدم مواكبة سجلات المشتملات الخاصة بها لواقع الحال التي تبقى ناقصة وغير مسجلة، بحيث لم يتم تسجيل سوى 509 عقار إلى غاية تاريخ 1/12/2023. هذا الرقم يخص مجمل بلديات الولاية والذي لا يعكس مطلقا أملاك المحاجة من طرف هذه البلديات. ومن أجل إلى هذا الملف الأهمية التي يحتاجها قرر سيد الوالي إنشاء لجنة ولائية لتسويد هذه الممتلكات، ويتسنى فيما بعد للبلديات تسجيلها ضمن الجدول العام للأملاك الوطنية واكتسابها رقما وطنيا وحصولها على شهادة التسجيل التي تقدم إجباريا لمصالح الرقابة المالية في كل عملية، تطبيقا وذلك تطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 2003. لقد باشرت مصالح عملية التسوية على أساس عملية إحصائية مسبقة لمجمل المرافق العمومية المنجزة من طرف البلدية فوق قطع أرضية تابعة لأملاك خاصة للدولة. كما سهلت مصالح على عدم إدراج أملاك أخرى تابعة للأملاك الخاصة للدولة غير معنية بعمل التسوية، ويشير إلى قطع أراضي شاغرة أو أملاك مسيدة منذ الحقبة الاستعمارية وتأويل مرافق عمومية.